هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: قبل 5 سنوات أديت عمرة، وبعد الطواف والبدء في السعي وبسبب ما لم أكمل السعي وخرجت من الشوط الرابع أو الثالث لا أذكر تحديدا، وذلك لجهل مني بالأحكام الشرعية المترتبة في هذه الشعيرة. وبعدها أديت العديد من العمرات وحجيت ولله الحمد أكثر من مرة، وكل هذه العمر الأخيرة والحج أديتها وفقا للشروط الصحيحة، والآن أنا مقبل على الزواج، فماذا تنصحونني وهل علي شيء؟ هذا لم تكمل عمرته لأنه بقي عليه السعي وبقي عليه الحلق أو التقصير، فعمرته غير كاملة لأنه لم يكمل السعي، لكن وبقي محرما. نعم، بقي محرما بهذه العمرة حتى وإن تحلل بزعمه فإنه محرم، لا يزال الإحرام عليه بالعمرة لأنه لم يؤدي مناسكها. فإذا كان يعتمر بعدها كما ذكر فإن العمرة الأولى من العمر الصحيحة تكون مضيا في العمرة الأولى، تكون مضيا في العمرة الأولى، وما بعدها يكون صحيحا، فليس عليه شيء بهذه الصفة ما دام أنه جاء بعمرة بعدها، فإنها تكون مضيا في الأولى وليست عمرة مستقلة بل هي مكملة للأولى. نعم.